عندي بطاطس بكرات الكفته، عندي بطاطس مسلوقه، طبعا الكميات يعني اتحكموا فيها زي ما انتم حابين. عندي ربع كيلو لحمه مفرومه، مستخدمه ربع كيلو لحمه مفرومه، وعندي كمان معلقه صلصه وعصير طماطم وبصل وثوم، وعندي كمان ملح وفلفل وبابريكا وجوز الطيب وفلفل حار وفلفل اخضر. تمام، يبقى هقول تاني المقادير: بطاطس مسلوقه، كيلو ربع كيلو لحمه مفرومه، ومعلقه كبيره من الصلصه، وعصير طماطم، وعندي بصل وثوم، ونص كوبايه من اللبن، وملح وفلفل وبابريكا وجوز الطيب وفلفل حار ورومي. تمام، دي كده المقادير بمنتهى البساطه. طب هنعمل ايه المفروض في الاول؟ احنا هنعمل الكفته اللي احنا هنكورها، هنشتغل بيها بربع كيلو من اللحمه المفرومه. حابين طبعا تزودوا عن كده تقدروا تزودوا عن كده، مفيش مشكله خالص. اول حاجه هبدا كده، انا حاطه على النار، هبدا ان انا هسخن الطاسه دي عشان لما اعمل كور اللحمه، وعندي كمان الطاسه الثانيه هجهز الخليط بتاع البطاطس. طب اول حاجه هجهز خليط البطاطس، هعمل فيه ايه؟ هحط نص كوبايه من اللبن، تمام، واحط عليهم مكعبين كده من الزبده، واحط عليهم ملح وفلفل، فلفل اسود اهو وملح، او ممكن لو حابين كمان مكعب مرق برضو ممكن، واسيبه كده يغلي مع بعض لحد ما احضر الخليط بتاع الكفته. ده الخليط اللي انا هنزل فيه البطاطس بتاعتي. تمام، اهو هسيبهم بقى يغلوا ويسيحوا مع بعض لحد ما نعمل خليط الكفته. طب الكفته محتاجين ايه؟ محتاجين ربع كيلو اللحمه المفرومه، هحطها كده في الكبه عشان انعم خالص. كفته دايما بحب اقول لكم ان احنا بنبقى محتاجينها ناعمه تماما. تمام، هحط البصل عليها. تمام، وهبدا احط عليها ملح وفلفل وجوز الطيب، مش اكتر من كده اهو. هراعي بقى طبعا ان انا حاطه ملح هنا وحاطه ملح هنا، وهعمل ملح في الصلصه، فهراعي الموضوع ده. شويه جوز الطيب اهو، والبصل واللحمه المفرومه ربع كيلو، وهبدا اضربهم مع بعض. ملك صباح الفل، ازيك يا ملك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كويس الحمد لله، انت عامله ايه؟ كله زي الفل والله، كله جميل. بحبك قوي والله. الله يخليكي، الله يخليكي حبيبتي، تسلمي. ممكن اعرف طريقة البيتزا؟ حاضر، عينيا، حاضر يا حبيبتي، هقول لك حاضر طريقة البيتزا. حاضر يا ملك، هنبدأ بقى ايه، نركب بس الكبة كويس وعلى طول هنشتغل. يبقى احنا حطينا ايه في الكبة؟ حطينا اللحمة وحطينا البصل وحطينا كمان عليهم الملح وفلفل وجوز الطيب. طب اسلام تعالى ركبها لي يلا. وهنا حاطين نص كوبايه اللبن ومكعبين الزبده والملح والفلفل برضو. بصوا هسيب كل ده يسيح ويغلي مع بعض قبل ما احط البطاطس عليها. يبقى انا هجيب هنا البطاطس سلقاها وهرساها، هنا نص كوبايه اللبن ومكعبين الزبده والملح والفلفل، هجهز البطاطس اللي تبقى في الارضيه بتاعتي خلاص. وهنا برضو بسخنها عشان اعمل الكور بتاعه الكفته، احمرها كويس، وبعد كده هنبدا نشتغل على طول. تمام، طيب هجيب برضو طاسه كده هسخنها عشان اعمل فيها الصلصه. تعالوا نشغل الصلصه كده. تمام، ماشي اسلام، شكرا. هنبدا بقى ننعم اللحمه المفرومه خالص. طبق يطلع طبق طبق. بصوا انا عايزه الخليط يبقى ناعم خالص عشان لما ابدا اكوره واشكله ما يبقاش يعني مفرول معايا وفاكك معايا. هبدا بقى اعمل الكور بتاعتي كده اهو،
بنعم كده بايدي وببدا ان انا اكورها على حسب الحجم اللي انا عايزاه، حابين اصغر حابين اكبر من كده. انا شايفه ان ده حجم تمام جدا، المفروض طبعا تسيبوها تتشمع شويه بس انا هشتغل بيها على طول. هكور الكميه اللي موجوده عندي اللي انا حطيت عليها ايه، ربع كيلو لحمه مفرومه، حطيت عليها بصلايه مبشوره او مضروبه في الكبه او اي حاجه، وملح وفلفل وجوز الطيب. ما حطيتش بهارات اكتر من كده لان انا عايزه احس بطعم البطاطس مع كل الحاجات اللي انا هحطها مع بعض. اهو هبدا كده اكور الكفته، وعندي الطاسه اللي انا هشتغل فيها في الكفته سخنه، هحط لها بقى شويه زيت كده عشان ابدا احمر فيها الكور بتاعتي. سيبهم يسخنوا شويه لحد ما اكور الكفته بتاعتي. طبعا البايركس ده حلو جدا، تقدروا ان انتوا تعملوه، بيتاكل يعني بالمعلقه كده او بالشوكه من غير اي حاجه جنبه، او لو حابين تاكلوه بالعيش برده بيبقى حلو قوي. بطاطس وبيبقى فيه برده طعم الصلصه بيبقى حلو جدا مع الكفته، بيبقى ميكس كده لطيف. فلو عندكم ربع كيلو كفته من الافكار اللي تعملوها تبقى حلوه جدا. اللحمة المفرومة طبعا بتدخل في وصفات كتير جدا، يعني اللحمة المفرومة أنا بالنسبة لي لو موجودة في الفريزر بتقدروا تعملوا بيها كذا حاجة، أكتر من حاجة، بتدخل في حاجات كتير قوي وبتبقى سهلة جدا. احنا كمان الوصفة اللي جاية برضو عاملين بربع كيلو لحمة مفرومة، عاملين برضو وصفة تانية. عايزه اوريكم ان انتوا لو عندكم ربع كيلو لحمه مفرومه بس في الفريزر تقدروا تعملوا وصفه واثنين وثلاثه بمنتهى السهوله، مش لازم تتعمل بكميات كبيره، في نفس الوقت هتطلع حلوه جدا. انا عندي خلاص الزيت سخن، هبدا انزل بقى ايه بكرات الكفته كده بالشكل ده اهو، شايفين؟ واسيبها كده اول ما تتحمر ابدا اقلب فيها. هاخد الشويه اللي فاضلين هكورهم كده وانزلهم معاهم. انا بحمر الكرات بتاعه الكفته، عايزاها كلها كده ايه تبقى متحمره، حتى لو مش مكمله سوا قوي هتدخل الفرن تكمل سواها. فانا عايزه اكمل بقيه خلاص الكفته عشان هنبدا نحمرها كده من فوق الوش من كل الجوانب، ومن جوه هتبقى لسه محتاجه شويه سوا هتدخل تكمل في الفرن مع باقي الحاجه. طبعا اللبن خلاص غلي، هنزل البطاطس عليه دلوقتي. اخد بس خلاص شويه اللي فاضلين دول عشان ما نسيبهمش حرام، وفي نفس الوقت برضو مسخنه طاسه تانيه اعمل بقى الصلصه اللي هتنزل على الكلام ده. اديني شويه الجبنه اللي كانوا ورا دول يا اسلام اهو كده. هحط دول وبعدين هبدا بقى اقلب فيهم الناحيه التانية. فرح فرح صباح الفل، ازيك يا فرح؟ الله يسلمك. عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ صباح النور. صباحك جميل. صباحك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي والله كله جميل، كله زي الفل. عامله ايه؟ جميل. انت عامله ايه؟ قولي لنا. عاوزه اعرف طريقه الزلابيه. طريقه الايه؟ الزلابيه. الزلابيه. حاضر عينيا حبيبتي. حاضر شكرا. حاضر بصوا بقوم بقى مشوحه كده الكور، طبعا المفروض تسيبوها تتشمع، انا ما سبتهاش تتشمع، ومع ذلك بصوا طول ما انا منعمه في الكفته مش هتفك معايا. خلاص تعالوا بقى بالنسبه للبطاطس، البطاطس اللبن والزبده والملح والفلفل خلاص كله غلي مع بعض بالشكل ده. هبدا بقى ايه انزل عليه بالبطاطس المسلوقه اهو، هحط بقى الكميه اللي انا عايزاها كده تمام قوي، وهبدا ادخل البطاطس مع كل الخليط ده اهو، اقلب كده كل الكلام ده كده مع بعض. انعم البطاطس، لو عندي هراسه برضو ابدا ان انا ممكن اهرس تاني معاهم، انعم كده البطاطس بالكلام ده كله. لو حسيت ان هي لسه ناشفه ومحتاجه سوائل ممكن احط لها شويه لبن كمان اهو،
هبدأ بقى إيه أخلط كل البطاطس كده مع بعض. شايفين بتنعم إزاي؟ أهو كل الحاجات اللي هي اللي مش مهروسة كويس دي نبدأ إن إحنا ننعمها مع البطاطس. أنت شلت شوية اللبن اللي كانوا هنا صح؟ عايزة يسلم، تشيل اللبن يسلم، شيل اللبن ليه اللي أنا كنت حاطاه يسلم. بصوا ببدأ بقى إيه أدحرج كده الكور، أنا عايزة أحمرها من كل الجوانب أهي بالشكل ده. تمام؟ أهو هبدأ بقى إيه أديها تقليبة كده البطاطس. هات يا إسلام، هات يا إسلام، بطل تاخد اللبن يا إسلام، هات شوية اللبن بتوعنا اللي إحنا إيه محطيناهمش كلهم، بقيت نص الكوباية أهو. وابدا بقى اقلب في الكلام ده كله كده. البطاطس جاهزه معايا ان انا احطها في البايركس بتاعي. يبقى انا جهزت كده خليط البطاطس، حطيت نص كوبايه لبن عليهم مكعبين زبده وملح وفلفل، وممكن تحطوا شويه جوز الطيب كمان هتبقى حلوه جدا. خلاص يبقى انا خليط البطاطس كده ناعم وجاهز معايا وزي الفل. الكور برده بتاعه الكفته برده جاهزه معايا، هبدا بقى اطلعها كده على طبق. استاذ حسين صباح الفل. يا صباح الفل يا شيف، صباح الجمال يا استاذ حسين، اخبارك ايه؟ الحمد لله بقى. الله ينور يا شيف على الحاجات الجميله اللي حضرتك عاملها. الله يخليك، الله يخليك يا استاذ حسين، تسلم. حاجات جميله والله وبسيطه ومتناول، يعني يعني متناول المطبخ يعني. الله يخليك، الله يخليك. لا تسلم ايدك والله يا شيف، والله حضرتك دايما مبدع في كل حاجه يا شيف. تسلم، ربنا يخليك يا استاذ حسين والله. اهل اسوان كلهم سلامنا ليهم يا رب. الله يخليك والله، بيسلم حضرتك جدا والله. يا دايما يبقوا بخير كده وفي احسن صحه وحال يا رب. الاسوان الجمال دول غاليين علينا. الله يخليك، الله يخليك، ماشي يا شيخ، صباحك جميل. بصوا بقى نحط شويه ثوم كده، انا شلت الكفته بنفس السوائل بقى والبهاريز دي، هبدا كده احط ايه الثوم المهروس وابدا احط عليهم. هطلعك حالي، حط عليهم الفلفل الرومي الحار، حط عليهم البابريكا، شوية جوز الطيب اللي كانوا فاضلين، معلقة الصلصة، وأقلب بقى كده كل الكلام ده كده مع البهاريز بتاعة الكفتة اللي اتحمرت فيها والملح والفلفل اهو. وابدا بقى ايه اشوح كل ده واحط عليه عصير الطماطم واسيبه يغلي غلوتين اهو. عصير الطماطم اهو، اهو كده الشكل ده. قلب بقى، قلب كده كله مع بعض، نسيبه يغلي وهطلعكم فاصل. قبل الفاصل احنا كور اللحمه اهي، البطاطس اهي، الصلصة اهي، هسيبها تغلي غلوة ولما ترجعوا لي بعد الفاصل نبدأ ان احنا نركب كده الصينية بتاعتنا مع بعض بمنتهى السهولة.